عبر سكايب ينضم إلي الأستاذ محمد صفر الخبير في الجماعات الإسلامية. سيد صفر، إذن هل تحاول بالفعل طالبان إرسال رسائل إيجابية للمجتمع الدولي من خلال توسيع الحكومة لشخصيات من الأقليات؟ نعم، هذه لا شك يعني نوعا ما دعنا نقول أنها استجابة لضغوطات خارجية. أيضا طالبان تتعرض لضغوطات خارجية من حتى أقرب حليف لها وهي باكستان. تحدث عمران خان قبل أيام في أثناء جولته حينما سافر إلى طاجيكستان أيضا من أجل تقريب وجهات النظر، من أجل تأمين بعض المقاعد في الحكومة الحالية لدعنا نقول القوميات والعرقيات الأخرى والإثنيات الأخرى الموجودة في أفغانستان. ليس بالضرورة المسألة مسألة أقليات فقط، يعني لأننا في أفغانستان في الحقيقة لا نستطيع أن نتحدث عن أقليات بهذا المفهوم، فهناك أحيانا تم تقارب في النسب بين بعض هذه المجموعات، لكن دعنا نقول أن المكونات الحالية الموجودة في أفغانستان العرقية والإثنية تحتاج إلى هذا النوع من الحكومة التوافقية. هذه استجابة من طالبان لمثل هذه الضغوطات بالدرجة الأولى. أيضا محاولة من طالبان لإرسال رسائل إيجابية للمجتمع الدولي بغية الحصول على الاعتراف من هذا المجتمع الدولي لحكومتها، وإن كانت هذه الحكومة في الحقيقة ليست الحكومة النهائية، لأنها سميت من قبل بأنها حكومة تصريف أعمال وشكلت على عجل من قبل حركة طالبان من أجل ملء حالة الفراغ التي حدثت في أفغانستان، وأيضا من أجل تحريك دولاب الدولة ومؤسساتها لتلبية احتياجات اليومية للشعب الأفغاني. اليوم لدينا في الواقع الداخلي هناك حالة من التململ من قبل الشعب نتيجة لدعنا نسميه حالة من التشنج الذي أصاب كل مفاصل الدولة إلى اليوم، وهي مستمرة بسبب بعض الأسباب الخارجية بعضها وبعضها داخلية. من الأسباب الخارجية عدم اعتراف الدولي حتى الآن بحكومة طالبان، وأيضا تجميد أرصدة دولة أفغانستان في عدد من المؤسسات الدولية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه مبالغ كبيرة، إضافة إلى توقف حركة التجارة، حركة الملاحة إلى غيرها، حتى حركة تحويل الأموال إلى أفغانستان وإن كانت فتحت في نطاق ضيق جدا. يعني سيد صفر، إذا حركة طالبان تسعى للحصول على اعتراف دولي أو شرعية دولية قدر الإمكان. السؤال هنا، هل ستتمكن إذا طالبان اليوم مع توسيع الحكومة حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال، هل ستتمكن الحركة من الحصول على شرعية دولية من خلال هذا الاتجاه؟ أمام طالبان الآن حقيقة تحدي كبير جدا، وهو التمرد المسلح الداخلي. هذه المجموعة الموجودة مجموعة يعني إنجاز، إن استطاعوا أن يبلوروا نفسهم في إطار قوة تمثل الطاجيك ورفضوا مثل هذه الترشيحات واعتبروها مجرد ترشيحات هامشية لا تلبي طموحات هؤلاء، خصوصا وأن هؤلاء كان لهم نصيب كبير في الحكومات السابقة. وإن حدث هذا الرفض من قبل هذه المجموعات فسيكون أمام طالبان حقيقة تحدي كبير، لأن هذا التمرد المسلح قد يؤدي إلى اقتتال، وهذا قد يكون ثغرة استند عليها بعض الدول من أجل عدم الاعتراف بحكومة طالبان. لكن إن قبلت هذه المجموعات بهذه الترشيحات وبهذا التشكيل ورضيت، فلا شك أن هذا من الأبواب المباشرة للحصول على الاعتراف الدولي، خصوصا وأن ذلك يبدد المخاوف الموجودة لدى المجتمع الدولي من أن أفغانستان لن تستقر في ظل حكومة طالبان، وسيكون هناك حالة من الفوضى في أفغانستان، وهذا حقيقة التخوف الرئيسي لدى المجتمع الدولي ولدى حتى دول الجوار. نعم سيد صفر، إذن اليوم طالبان تواجه تحديات كما تحدثت حضرتك، ومن ضمن هذه التحديات تنظيم ولاية خراسان، تنظيم الدولة داعش، الذي يعتبر من التحديات الكبيرة بالنسبة لحركة طالبان، ولا سيما أن اليومين الماضيين شهدا عمليات تفجير متكررة استهدفت الحركة من قبل هذا التنظيم. اليوم محاربة طالبان لتنظيم داعش المصنف إرهابي في كل دول العالم، هل هذا الأمر سيساعد كذلك الحركة على كسب ثقة المجتمع الدولي باعتبار أنها تحارب تنظيم مصنف على قوائم الإرهاب الدولية؟ طبعا لا شك
المجتمع الدولي يهمه كثيرا أن تكون هناك حكومة قائمة لديها القدرة على ضبط الدولة وعلى ضبط مفاصل وحدود الدولة، حتى لا تتمكن مثل هذه التنظيمات كتنظيم داعش أن تستغل حالة الفراغ وحالة الرخوة في داخل أفغانستان وتتمدد وتستهدف مصالح دول الجوار وحتى ربما تستهدف مصالح دول عالمية أخرى. طالبان نفسها كحكومة اليوم مهددة من قبل هذا التنظيم بالبقاء على السلطة وبالاستمرار في السلطة، لأن طالبان في الفترة الماضية كانت حركة متنقلة، لا قواعد ثابتة لها ولا مؤسسات ثابتة لها، ولذلك لم يكن بالسهولة على التنظيم أن تستهدف حركة هذا التنظيم حركة طالبان. اليوم استهداف أي مؤسسة رسمية للدولة هو استهداف لحركة طالبان، لأن طالبان هي التي تمثل السلطة اليوم. فلذلك الصراع مع تنظيم داعش يبدو أنه سيشتد، وهذا ربما فعلا كما تفضلتم إذا استطاعت حركة طالبان أن تستثمر هذا الجانب ربما يكون فقط ليس مدخل للحصول على الاعتراف بل للحصول على دعم دولي لتحجيم هذا التنظيم. السيد محمد صفر الخبير في الجماعات الإسلامية ضيفي عبر سكايب، شكرا جزيلا لكم.